مكسب مهم جدا طبعا، بنلعب فرقه محترمه. يعتبر الماتش دوت اول وثاني على المجموعه، الحمد لله رب العالمين كرمنا بيه، ربنا كرمنا بيه الحمد لله رب العالمين. عندنا يومين راحه نركز ان شاء الله في اللي جاي. ببارك للعيبه، ببارك للجهاز الفني، ببارك جماهيرنا، وان شاء الله قادم احسن باذن الله. اي رياضه في الدنيا كلها من غير جمهور ما مش هتحس بيها. طبعا احنا نادي الاهلي نادي عريق، نادي جماهيري، متعودين طبعا الجمهور تيجي تحضر البطولات دي بالذات، بنستناها طبعا عكس الدوري طبعا عشان تعرف الدوري من غير جمهور، بنستنى الجمهور يجي ان شاء الله رب العالمين. عارف ان شاء الله العدد هيزيد ان شاء الله مباراه بعد مباراه، مستنيهم ان شاء الله اخر مباراه في المجموعه ودور الثمانيه والسيمي فاينل ان شاء الله ربنا يكرمنا بيه ونخش على الفاينل، ويوم الصاله ان شاء الله ونفرحهم باذن الله.